المتوقع ان احنا نلعب بهجوم زي الناس بتوع زمان. ما احنا دلوقتي بنلعب وخلاص، مش عارفين نعمل جمله مظبوطه، مش عارفين نشتغل صح. عايزين مدرب يفهم اللعيبه قبل ما يفهم الدنيا كلها، ما يبقاش واقف على الخط خايف. هو ايهاب جلال واقف على الخط خايف، اما اللعيبه عارفه هي بتعمل ايه، بس عايزين اداء هجومي مش اداء طبيعي من اللي احنا بنشوفه. الناس تعبت اصلا من الكره المصريه، كل الناس بتتفرج على الدوري الانجليزي، ما حدش بيتفرج على الدوري المصري قد كده. ده بنشجع كده حلاوه روح عشان خاطر مصر بس. شخصيته طيبه ويعني مش هو المدرب المناسب حاليا في الفتره الحاليه في المنتخب المصري. يعني هو في الفتره الحاليه لازم يكون حسام حسن حد شخصيته قويه بس، لكن ايهاب جلال بعد احترامي ليه هو شخصيه محترمه بس ما ينفعش المنتخب في الوقت الحالي. في لعيبه احسن كده في الدوري المفروض يطلع اللعيبه اللي هي الصغار، زي واحد زي احمد عاطف المفروض يبدا بيه، المفروض ينزل احمد عاطف ياخد احمد غلط برضو اللي هو ما خدش احمد عبد القادر. معقول كويس يعني احسن من الاجنبي اللي هو كان موجود. الماتش الاولاني ده كان ضعيف بصراحه يعني، ولسه بقى مستنيين منه كتير. شوف ادينا فين. والله هو المنتخب يعني الريتم بتاعه اللعب بتاعه يعني ما كانش يعني اللي احنا كنا متعودين عليه في بطوله افريقيا اللي فاتت. زي ادائه مع الاولاني مفيش جديد، بس احنا عايزين ايه يعني حاجه ايه يعني اللعيبه تجتهد شويه وتعرف ان هي بتلعب باسم مصر. والله الكابتن ايهاب جلال طبعا لسه اول اختبار ليه واول مره ان هو يدرب منتخب، فاحنا لازم ندعمه. كابتن ايهاب جلال صرف نظر كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال طبعا كان مدرب بيراميدز طبعا وبينافس على البطوله، فكابتن بندعي له هو اللعيبه ان هو يكون قد المسؤوليه. احنا كل اللي يهمنا المدرب مصري وندي له فرصه ونقف جنبه ونسنده، وان شاء الله يبقى زي الفل باذن الله.